موضوع شيفيلد ده في 2005، يمكن انا من الناس اللي حظها قليل شويه. طبعا انا افتخر واتشرف ان انا بحمل جواز فلسطيني طبعا. وبحمل يعني هي تاج على راسي الجنسيه طبعاً. الفلسطينيه وده بس بلدي. بس انت دلوقتي معاك الجنسيه المصريه؟ طبعا اتشرف فيها طبعا. فرحت على شيفيلد كان عن طريق احد وكلاء اللاعبين ومدرب المنتخب الله يرحمه عزمي نصار، فوداني هناك على نادي شيفيلد. قعدت معاهم اسبوعين هناك، بس للاسف كان ظروف الشروط بتاعت حضرتك عارف طبعا الشروط دي اللي هي لازم انا ترخيص العمل في انجلترا صعب اصلا. فانا داخل تاشيره سياحه مش تاشيره عمل فقعدت هناك شيفيلد، كان اياميها لسه ما صعدش على البريمير ليج. فقعدت اسبوعين ولعبوني بطوله ماتش ودي مع في السكند تيم، مع السكند تيم الناس اللي ما بتلعبش في الريزوف كاب تقريبا. فلعبت هناك بس لعبوني باسم واحد فرنسي. عايزين يشوفوا كام ده؟ عايزين يشوفوا 2005 قبل ما اجي الاهلي. وهناك بصراحه انا يعني بكيت يمكن مرتين في حياتي. بكيت على ابويا الله يرحمه ان انا ما قدرتش اشارك في جثمانه، في تشييع جثمانه او توديعه. وفي نفس الوقت لما روحت برضو من شيفيلد يعني حسيت قد ايه الفلسطيني بيعاني لما حلم يكون بيراودك قريب كمان. قريب انت موجود. وعملت هناك الحمد لله فتره يعني معايشه حلوه كويسه جدا والناس مبسوطه بيك جدا وعايزينك. وحاولوا يعني حتى يتدخلوا ان هم كان في صحفيه هناك كانت مرافقه على طول للمنتخب شغاله في بي بي سي وكانت بتعمل تقارير، حاولت تساعد ان هم يبعتوا رساله للاتحاد الانجليزي او للفيفا يكون استثناء بحكم انه بحكم ان انه يحصل استثناء في الموضوع ده. بس ما كانش ما كانش في وقت لانه كان فاضل 24 ساعه وباب الانتقالات ده يقفل. فما قدرتش. رجعت طبعا محبط شويه، لكن رجعت شاركت مع المنتخب. جت بطولة غرب آسيا 2007 لعبت فيها، عملت بطولة يعني الحمد لله جامدة جدا. بعد كده رجعت على غزة، حصل موضوع اللي للأسف أساء للفلسطينيين كلها أو أضر بالقضية الفلسطينية اللي أتمنى أن هو ينتهي، موضوع الانقسام الفلسطيني. انقسام الفلسطيني طبعا أتمنى يعني أنه الأمور تنتهي، لأنه الوحدة هي أول طريق لعودة الحقيقي الدولة الفلسطينية أو إعلان الدولة الفلسطينية طبعا.